تحية طيبة وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج نقطة خبر، ونبدأ من التحضيرات لإعلان سامراء عاصمة للحضارة الإسلامية، حيث قال رئيس اللجنة التحضيرية لإعلان سامراء عاصمة للحضارة الإسلامية رئيس جامعة سامراء الدكتور صباح اللاوي، قال إنه تم إجراء لقاء مع وزير التخطيط نوري الدليمي لاستكمال بعض الإجراءات بخصوص إقرار المشاريع التي يتطلبها الإعلان، كما بين أن جميع هذه الإجراءات تصب في خدمة الشارع السامرائي ولكي يلمس المواطن ثمار سامراء عاصمة للحضارة الإسلامية. كنا يوم أمس في لقاء تفصيلي مع السيد معالي وزير التخطيط لاستكمال بعض الإجراءات التي أرسلناها حقيقة بوقت مبكر إلى وزارة التخطيط من أجل إقرار المشاريع التي رفعناها والتي اتفقت عليها اللجنة التحضيرية لإقامتها في سامراء وللاستعداد لاحقا لإعلانها عاصمة للعراق للحضارة الإسلامية. بعض الإجراءات الأخرى تتعلق بالتعليمات تنفيذ هذا المشروع أرسلت منذ فترة إلى الأمانة العامة، ونحن أيضا متابعين لإقرار هذه التعليمات. طبعا كل هذه الأركان العمل فيما يخص المشاريع والتعليمات وما إلى ذلك، هذا كله يعني يصب في الاتجاه نحو البدء والشروع إلى يعني لكي يرى الشارع السامرائي ما انتظره طويلا. نعم إن الإجراءات الإدارية أحيانا يعني تطول بسبب أن هنالك جانب مالي يحتاج إلى يعني إجراءات تفصيلية كما تعلمون، وكذلك الإجراءات الإدارية هنالك لجان قانونية ولجان إدارية تدقق هذه التعليمات من أجل أن تكون بداية هذا المشروع مدروسة دراسة متكاملة. نأمل أننا وصلنا، يعني أنا أرى أننا وصلنا إلى مراحل متقدمة جدا بمجرد إجابات هذه الجهات المسؤولة مثل وزارة التخطيط والأمانة العامة. أنا أعتقد أن الأمر لن يطول لأن هنالك أموال مخصصة، ننتظر نقطة الانطلاق التي نأمل أن لا تتأخر. نعم لا شك طبعا هو كان اللقاء يوم أمس حقيقة مثمر، وكان هناك تعاون واضح، يعني تجولنا أيضا في أروقة الوزارة، تتبعنا ما وصلت إليه، أين وصلت طلبات المشاريع، جلسنا مع الأشخاص المسؤولين عن هذا الموضوع وتداولنا مشكلة أي تأخير، يعني هو الآن في وقتنا حرج بصراحة، يعني حركنا الأمور باتجاه أنها لن تتأخر إن شاء الله تعالى، وسنعمل على توفير مندوبين دائمين في وزارة التخطيط بهذا، يعني بعد الاتفاق مع معالي وزير التخطيط أن يكون هناك ممثلين عنا مخولين لمتابعة الشأن هذا القانون بشكل يومي، لأننا كما تعلمون الذهاب والإياب وعدم التواصل الدائم ممكن يؤدي إلى بعض التراخي، وهذا ما لا نرجوه يعني في عملنا. من جهته فقد أكد مدير بلدية سامراء المهندس محمد يونس أن اللقاءات مستمرة بين اللجان الفنية ضمن اللجنة التحضيرية لإعلان سامراء عاصمة للحضارة الإسلامية من أجل تطوير الواقع الخدمي من خلال خطة عمل تخص الشوارع الرئيسية في سامراء. طبعا احنا خلال الفترة الماضية كانت هناك لقاءات عديدة فيما بيننا من اللجنة الفنية إضافة إلى اللجنة التحضيرية اللي هي برئاسة الدكتور صباح علاوي، كانت هناك مناقشات لوضع خطة عمل في المدينة تهدف إلى تطوير واقعها الخدمي، ولا بالأخص ما يخص شوارع المدينة الرئيسية سنعمل على تطويرها بإذن الله. اللجنة التحضيرية ورئيسها الدكتور صباح علاوي متعاونين جدا ولهم طموح عالي، هذا ما لمسناه خلال الفترة الماضية، نأمل في القريب العاجل أن نرى المشاريع تطبق على أرض الواقع. ننتقل إلى موضوع آخر والإصلاحات التي تقوم بها الحكومة، وأحدى الإجراءات الإصلاحية لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي جاءت بوثيقة تكشف تغييرات وزارية على عدد من الوزارات وشملت 5 منها، لكن التقرير التالي قد يفند ذلك، لنتابع. من إصلاحات رئيس الوزراء عادل عبد المهدي جاءت بوثيقة تكشف تغييرات وزارية على عدد من الوزارات،
حسابيا هي خمس، والواقع والحقيقة يقولان أنها واحدة ونصف. ولنفسر أكثر، وزارة التربية كانت مثار جدل على مدى أشهر تنازع عليه المؤيدون والرافضون للمرشحين، وبقيت تدار من قبل الوكلاء، وتسمية وزيرتها سهى البيج ليست مغنمة إصلاحية قدر كونها إكمالا لكابينة ناقصة. الثانية، وزارة الاتصالات، وتنحصر خدماتها في الرقابة على شركات الاتصالات الثلاث الكبرى في العراق وشركات الإنترنت، وخدمات الشركات الثلاث الكبرى ثابتة بعروضها. أما الإنترنت فيعاني الضعف عدا محافظات إقليم كردستان، وبالتالي فإن تغيير وزير الاتصالات لن يغير من الواقع شيئا إلا بمعجزة، لأن الشركات الثلاث الكبار تسيطر على أعمالها وتنظمها وفق ما تريد بالتعاقدات المليونية مع ملايين المشتركين. فماذا سيفعل الوزير عدا الوعود بحل مشكلة ضعف الإنترنت؟ الثالثة، وزارة الصحة، مفروغ منها أن يكون لها وزير، فالموقع شاغر منذ طلب وزيرها علاء الدين العلوان استقالته، وهنا شأنها شأن وزارة التربية إكمال نقص. الرابعة، وزارة الهجرة والمهجرين، أي إجراء لتغيير وزير الهجرة الحالي ليس بذي فائدة. الأولوية كانت بتغيير الوزير الذي كان يشغل المنصب في الدورة السابقة عندما كانت أعداد النازحين تفوق 6 ملايين نازح، وعمل الوزارة اليوم تنظيم شؤون النازحين لاستلام منحة 1.5 مليون، ومتابعة 400 من الآلاف ما زالوا في عالم النزوح، وأغلب مشاكلهم في العودة سياسية أو أمنية بحتة لا علاقة لوزارة الهجرة بها. الخامسة، وزارة الصناعة، إن الصناعة العراقية التي تم وأدها على مدى 16 عاما من الإهمال تحتاج خططا مدروسة لا معالجات آنية. وبغض النظر عن شخص الوزير الحالي، فقد قدم خلال عام عشرات الإنجازات التي تشهد بأنه أعاد ولو بشيء بسيط شعار صنع في العراق. لقد استلم الوزير الحالي وزارته في أسوأ حالاتها بشركات خاسرة، بات قسم منها اليوم رابحا في سعي وإن كان بطيئا لكنه أعطى ثماره على المدى القريب. لكن الوزير مستور كما يقال بالعراقي الفصيح، وعموما فإن تغييره لن ينفع كثيرا، هذا إن لم يكن ضارا. إن التغيير الحقيقي يكمن في تغيير سياسة الدولة وطريقة تعاملها مع أولويات الوطن واحتياجات المواطن، لا العمل برد الفعل من احتجاجات شعبية قد تخرج في أي لحظة. فالمتظاهرون لم يخرجوا ضد الوزراء، بل خرجوا من أجل ما يعتقدون أنه مسار خاطئ تسير به الدولة وليس الحكومة، ويجب تصحيحه وفق رؤيتهم. نبقى في نفس الموضوع، فيما كان لعدد من المواطنين البغداديين رأي في موضوع الإصلاحات التي أعلن عنها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وأكد قسم منهم أن الإصلاحات تحتاج إلى وقت، بينما رأى قسم آخر أن اليأس قد دب في نفوس المواطنين وأن الإصلاحات لن تطبق إطلاقا. يعني اليوم لا شك أن السيد رئيس الوزراء يعني أخطأ خطوات جيدة جدا تتلائم مع حجم تطلعات الشارع، خاصة هو بعد تسلم منصب رئيس الوزراء مدة عام، يعني على أرض الواقع شاهدنا تغيير في بعض المفاصل لكن ليس في كل المفاصل الموجودة في الدولة. الشارع يسعى إلى المزيد من الإصلاحات، المزيد من العطاء اللي تمس حياة المواطن. يعني هذه جملة الإصلاحات اللي تفضل بها السيد دولة رئيس الوزراء يوم أمس، نعم تلبي الطموح لو طبقت، وأنا أعتقد يعني في الأيام في قادم الأيام صار هنالك شعور من قبل الجهات المعنية، الجهات التنفيذية من الوزراء ومدراء عامين بضرورة مراعاة ما يتطلع إلى الشارع العراقي. وبالنتيجة احنا مثل ما أشار السيد رئيس الوزراء لا يمكن لأي دولة أن تقضي على هذه جملة المشاكل أو المتراكمات في مدة زمنية محددة، لابد أن نعطي مساحة معينة، لكن لن تكون مثل سابقاتها، المساحة سوف تكون مفتوحة، لأن الشارع اليوم يغلي، يريد إصلاحات حقيقية، يريد إنجازات على أرض الواقع، يريد يوفر فرص عمل. طبعا هي احنا نتمنى هذا الشيء، هذا نتمنى يعني يتطبق، بس ما أتصور، لأنه بدليل إنما قطع الإنترنت هو أبسط شيء يعني جدا بسيط،
الانترنت وقطعه، يعني شو راح يوفر الخدمات او المطالب او كذا. فاحنا نتمنى يعني يطبق هذا الشيء، بس ما نتصور، ما عندنا يعني انه ما راح يطبق هذا الشيء. صار لنا سنين احنا اقول حكومه جديده، هم صار لها سنه لحد الان كل شيء ما كنا بتطبق بهالايام او باشهر وكذا. نتمنى احنا نتطبق بس ما راح. ذات الموضوع وانقسام في الرأي حول التغييرات الوزارية رأى فيه الشارع البغدادي مادة للنقاش وإبداء الرأي. قسم منهم تكلم عن لا جدوى للتغيير بشخص الوزير، فيما لوح آخرون بضرورة رحيل الكابينة برئيسها إذا لم تنفذ الإصلاحات الموعودة. قرر عدد من المواطنين في بغداد بخصوص التغييرات الوزارية التي يعتزم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إجراءها على كابينته. فقسم رأى أن الخلل لا يكون في شخص الوزير قدر تعلق الأمر بالدرجات الأدنى التي قالوا أن الفساد قد استشرى فيها. اللي احنا شفناها اساسا خطوه خجوله من دوله او من حكومه قاعده تحاول انه تصحح من الوضع. الغلط الحقيقي، الغلط مو بالوزراء الموجودين. الوزير من يستلم وزاره ناخرها الفساد، ما راح يقدر يغير شيء. انا الفساد عندي الفساد بالتعدديه الحزبيه اللي كل من يطالب بمصلحته، مصلحته الشخصيه فقط، اوكي، او مصلحه حزبه على الاقل. بالنسبة للموظفين المدراء العامين والدرجات الخاصة اللي بكل وزارة، هم هذول سبب الفساد. احنا المشكلة الأكبر اللي عندنا انه العفو الدوائر او المكاتب المسؤول المفتش العام وما لا ذلك، اللي هم المفروض مسؤولين، المسؤول الأول بعد من بعد الوزير. موضوع تغيير الكابينة الوزارية هذا غلط، يعني فساد أكبر. مثلا هو وزير ثابت يجي غيره، راح يصير الموضوع انه تقول اني بي فساد، ليش ما أثبت على هذا الوزير؟ هذا يعرف مثلا منظومة الوزارة، الموظفين اللي عندهم. تغيير كابينة وزارية أعتبرها أني فساد بالوزارة. فيما رأى قسم آخر أن تغيير الوزراء ربما سيسهم في تغيير الواقع، على أن تكون تلك هي الفرصة الأخيرة، وإلا فعلى رئيس الوزراء أن يرحل. حقيقة إذا 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 يرى هو أنه بتغيير الوزارة تحقق طموحات الشعب لا بأس بها، وإذا زيد الطين بلة ومتحققها فعلى عبد المهدي وعلى وزارته أن يرحل الأفضل ويعوف البلد، لأن مصيبة قاعدين يعالجوها بمصيبة أخرى. ويرى مراقبون أن التغييرات الوزارية لن تجدي نفعا قدر كونها محاولة لتهدئة الوضع وامتصاص غضب الجماهير التي خرجت قبل أيام في تظاهرة عامة، وهي تتوعد بالخروج يوم 25 من الشهر الجاري. فما هي ردة الفعل الحكومية والتي تضاعفت اجتماعاتها وجلساتها ومقرراتها في سبيل احتواء الوضع استثمارا لهدأة الأوضاع مع حلول الزيارة الأربعينية؟ ننتقل إلى موضوع الزيارة الأربعينية. وقال قائد عملية سمراء لواء ركن عماد الزهيري إن الاستعدادات جارية لإتمام زيارة الأربعين ضمن قطع مسؤولية قيادة عمليات، مستعرضا أهم مفاصل القطاعات المشاركة وطرق التطبيق من أجل إنجاح الزيارة. باشرت قيادة عمليات سامراء بتنفيذ خطة واسعة وشاملة لتأمين حماية زوار أربعينية الإمام الحسين في قاطع القيادة اللي متضمن 4 تقضية وثمان نواحي أو 9 نواحي. طبعا بالتأكيد الخطة اعتمدت على مجموعة من المبادئ. المبادئ الأولى هي الحقائق والدروس المستنبطة والتهديدات الحالية والمحتملة، وكذلك المعلومات الاستخبارية الواردة، واعتمدت أيضا من خلال مبدأ التعاون والتنسيق مع جميع الحقيقة الوكالات والأجهزة الأمنية لتنفيذ عملية استباقية كبيرة، والقطاعات اللي عاملة من قطاعات أبطال وزارة الدفاع والداخلية وأبطال الحشد الشعبي والحشد العشائري العامين، وبتنسيق عالي مع العتبة العسكرية وبتنسيق عالي مع حكومة محافظة صلاح الدين والأقضية العاملة ضمن القاطع. طبعا تم زيارة القيادة من قبل السيد
السيد رئيس أركان الجيش، رئيس لجنة الإشراف على خطة حماية سامراء، زيارة الأربعينية في كل العراق، ونائبه الوكيل فريق محمد بدر الوكيل الأمني في وزارة الداخلية. وحقيقة كانت الزيارات مفيدة ومهمة، تم توجيهنا بعدد من النقاط المهمة وتم عرض الخطط، وحقيقة ارتقينا بمستوى العرض إلى مستويات جيدة جدا. والزيارة بدأت منذ 5 أيام، الآن بدأت الأعداد تقريبا تصل إلى 650 ألف عراقي وعربي وأجنبي. نجحت مدينة سامراء ونجحت مدينة بلد والدجيل من استقبال هؤلاء الأجانب باستقبال حقيقة كل بحفاوة الكرم العراقي والعربي الأصيل. نحن في قيادة عمليات سامراء حقيقة نفذنا العملية من خلال الموارد والإمكانيات المتيسرة إلى يومنا هذا، حيث شارك أكثر من 18500 منتسب من أبطال وزارة الدفاع والداخلية بكافة أسلحتهم وتشكيلاتهم وصنوفهم، وكذلك تم إسنادهم من قبل 7000 مقاتل من أبطال الحشد الشعبي من قاطع عمليات سامراء ولواء 41 ولواء 43 ولواء 88 ومجموعة الحشد العشائري العاملة ضمن القاطع. طبعا هذه الجهود الكبيرة والخيرة أيضا ننتظر هنالك تعزيز وموارد كبيرة تصل من بغداد. كذلك تم دعمنا من قبل العتبة العسكرية بموارد جيدة، وتم دعمنا من قبل الدعم اللوجستي في هيئة الحشد الشعبي، وهنالك تنسيق عالي واضح مع وزارة النفط ووزارة التجارة ووزارة النقل، ونحن بانتظار الموارد اللي راح يتم زجها لغرض نقل المواطنين العراقيين والعرب والأجانب إلى مناطق آمنة في بغداد أو مناطق الكاظمية في حالة توفر هكذا نوع من الباصات والسيارات. الخطة بشكل عام اعتمدت على حقيقة مجموعة من الفعاليات الاستباقية والعمليات النوعية، حيث نفذوا أبطال القوة الجوية عدد من الضربات على أهداف مهمة ضمن الحدود الفاصلة بناء على معلومات استخبارية دقيقة، وكذلك نفذوا أبطال طيران الجيش 11 طلعة جوية ليلية لتأمين محيط سامراء ومحيط بلد وخاصة المناطق الزراعية وخاصة مناطق يثرب والمناطق الحوائج. هنالك دعم كبير من قبل المواطنين ومشاركة فعالة حقيقة من قبل هؤلاء المواطنين كما علمونا وعودونا في الزيارات السابقة مادية ومعنوية، ونأمل إن شاء الله أن يهب جميع أبطال حقيقة المواطنين في هذه الأقضية أن يكونوا جزء من المعادلة الأمنية وجزء من المعادلة الأمنية. فيما أكد الزهيري أنه لا يوجد حظر للتجوال، وأن الطريق عبر ناحية المعتصم إلى بغداد مفتوح ل 24 ساعة وهو مؤمن، فضلا على الطريق الحولي من قضاء بلد عبر مفرق جاسم الياسين وهو مفتوح أيضا وقد تم تأمينه تماما. حقيقة للسنة الثالثة على التوالي نجحت عمليات سامراء بتنفيذ الخطة بدون تنفيذ حظر تجوال، وهذا يحسب حتى في سبيل أن لا تضر مصالح الناس. كذلك تم فتح طريقين كبيرين رئيسيين أو تحويلهن، وهو طريق قناة بلد قناة 14 جسر الضلوعية المعتصم إلى سامراء إلى الدور، ذهاب وإياب مفتوح 24 ساعة حقيقة لأغلب السيارات الخاصة والعمومي والإجرة، وبالإضافة إلى سيارات الحمل البينجو اللي تحمل 3 و4 طن، وتم تأمين متطلبات التفتيش في سبيل أن لا تتضرر مصالح الناس. بالنسبة للطريق الآخر اللي تم تحويله اللي هو الطريق الحولي وطريق الإمام الحجة من منطقة بلد مفرق فلوجة جاسم الياسين سيطرة جاسم الياسين ثم الحولي ثم ناظم الضرثار ثم الحويش ثم إلى تكريت، وبالتالي هذا الطريق سيبقى آمن بإذن خلال 24 ساعة ومفتوح إلى جميع أبناء محافظة صلاح الدين شمال وجنوب وكذلك أبناء محافظة الموصل والمحافظات الأخرى التي تستفاد من هذا الطريق، وتم تأمينه من قبل قطعات أمنية ليلية ونهارة، وبإذن الله تعالى سيكون هنالك أيضا مبادرات أخرى في حالة احتياج المواطنين إلى طرق أخرى للتنقل إذا ما ارتأت حقيقة اللجنة المسؤولة على تنفيذ الخطة في هذا المجال. أيضا فتحنا 9 مقرات مسيطرة وزودناهم بالمترجمين اللي يجيدون اللغة من خلال أبطال القوات الأمنية اللي يجيدون اللغة الفارسية والكردية والتركية والإنجليزية، وكذلك تم حقيقة فتح أكثر من 500 عنصر من أبطال الأمن الوطني وأبطال الاستخبارات وأبطال مكافحة الجريمة لغرض معالجة لا سامح الله في حالة وجود سرقة أو شيء في هذا المكان. بالتأكيد هذه الإجراءات كلها نحن في عمل مستمر لغرض نجاحها، ومتواجدنا في مركز العمليات والتنسيق العالي مع القطاعات الحشد الشعبي والعتبة العسكرية المقدسة، بالتالي سينتج إن شاء الله نجاح كبير يضاف إلى النجاحات اللي أضافتها قيادة عمليات سابقة.
ذات سياق، أكد أمر اللواء 33 في الحشد الشعبي إياد الموسوي بأن ألوية قيادة عملية سرايا السلام تقوم بواجبها في تأمين الطريق من بلد إلى سامراء عبر تشكيل 3 أطواق أمنية، مشيدا بتعاون أهالي سامراء في تأمين وخدمة زائري العسكريين عليهما السلام. الألوية 3 مع قيادة عملية سامراء بتأمين الزيارة إن شاء الله من بداية بلد إلى مدينة سامراء وإلى غرب جزيرة سامراء. يقوم لواء 15 في غرب جزيرة سامراء ولواء 13 في مدينة سامراء بخطة 3 أطواق، الطوق الأول الإمامين، الطوق الثاني مدينة سامراء، الطوق الثالث خارج مدينة سامراء. والحمد لله والشكر لحد هذه اللحظة لا يوجد حظر لكل الآليات اللي وافد اللي خارج للموصل أو راجع إلى بغداد، والطريق مؤمن والحمد لله والشكر، وما يوجد أي خرق أمني لهذه اللحظة. وللعلم يوجد تعاون من أهالي سامراء وفتح مواكب، ما يقارب 4 أو 5 مواكب من أهالي سامراء فتحها لخدمة الزائرين. الحمد لله والشكر الوضع آمن ولا يوجد أي خرق أمني. يعني عدد الزائرين الذين وفدوا إلى مدينة سامراء البارحة ما يقارب 500 إلى 400 زائر، اليوم ما يقارب 700 إلى 500 زائر، يعني إجمالا يصل إلى 7 إلى 8 مليون زائر إن شاء الله إلى مدينة سامراء في كافة العشر أيام المقبلة إن شاء الله. هذا وأوضح مدير بلدية صلاح الدين فائق مطلق أن استعدادات دوائره مستمرة بالأخص في أقضية سامراء وبلد والدجيل، فيما أكد عدم وجود دعم مركزي من قبل وزارة الأعمار والإسكان والبلديات، بل تم الاعتماد على جهود دوائر البلدية الذاتية في المحافظة. سيد محافظ صلاح الدين ومن خلال تشكيل اللجنة المركزية لمتابعة مهام وأعمال الزيارة المليونية إلى مدينة سامراء ومدينة بلد بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، طبعا قامت ومن خلال فيما يخص عمل البلديات قامت المؤسسات البلدية باستنفار كافة جهودها لإنجاح هذه الزيارة وتقديم الخدمة للزائرين. طبعا شاركت كافة البلديات بهذه الزيارة من خلال تجهيز آليات أو تخصيص آليات خدمية إلى مدينة سامراء متمثلة بأقضية بيجي والشرقاط وكذلك العلم والدور وتكريت، بالإضافة إلى رفد مدينة بلد أيضا بالآليات الأخرى من البلديات المجاورة، وكذلك زيادة الأعداد بالنسبة للعمال لمدينة الدجيل ومدينة سامراء ومدينة بلد، ووجود الآليات طبعا على الطريق الدولي الرابط بين بغداد وسامراء، بالإضافة إلى داخل مدينة سامراء وداخل مدينة بلد. ولكن مع الأسف لاحظنا أنه لا يوجد دعم مركزي لهذه الزيارة من خلال وزارة البلديات والأعمار أو وزارة المالية أو وجود أي تخصيصات مالية، إنما تم الاعتماد على الموارد الذاتية للبلديات، وكذلك توجيه السيد المحافظ ودعم السيد المحافظ من خلال التخصيصات المتوفرة اللي هي يعني غير مخصصة للزيارة وإنما مخصصة لأعمال أخرى، وإن شاء الله ستكون الزيارة ناجحة ونقدم الخدمة بالمستوى المطلوب، ونأمل أن تكون أيضا هنالك زيارات أخرى إلى مدينة سامراء في الوقت اللاحق، حيث ستكون زيارة استشهاد الإمام علي الهادي واستشهاد الإمام الحسن العسكري، ويحتاج هذا أيضا إلى دعم مركزي من قبل وزارة الإعمار والإسكان، وزارة المالية، المحافظة، كافة الجهات الأخرى لإنجاح.
وخلال زيارة أعرب زائر الإمامين العسكريين عليهما السلام في سامراء من الجنسيات العربية عن سعادتهم بالحفاوة الكبيرة التي تلقوها والخدمات المتميزة والإجراءات السلسة لإتمام مراسيم زيارتهم. الحمد لله رب العالمين، توفقنا في الزيارة. الخدمات كانت جدا متقدمة من الشعب العراقي، القوات الأمنية، كانت تساهيل في الإجراءات. احنا طبعا كنا قادمين عن طريق المطار، كانت الإجراءات جدا سلسة، ما فيها أي صعوبة، توصلنا من النقاط الأمنية وهم كذلك سيطرة الأمن. الحمد لله رب العالمين، توفقنا اليوم جايين إلى زيارة العسكريين، ومن بعدها إن شاء الله متوجهين إلى كربلاء. الحمد لله رب العالمين، الله يعودنا في كل عام ان شاء الله وياكم، والله يرزقنا ان شاء الله الزياره ان شاء الله. من نزلنا من صفوان صراحه شفنا خدمات متميزه وشفنا الشعب العراقي. انا من هذه المنصه اريد اقبل مو علماء العراق، الطفل العراقي اقبل ايده، صراحه شعب محترم ينحط على الراس. والله هذه رساله اوصلها الى العالم كامل، أشكر الشعب العراقي على هذه الحفاوة. أساري سامراء كل سنة نشوف أكثر من السنوات المضت، تطور أكثر في كل شيء من جميع النواحي. صراحة أشكر الشعب سامراء وأشكر الشعب العراقي بأكمله على هذا التعاون مع الزوار. ذات السياق، أكدت استخبارات سرايا السلام أنها تعمل بخطتين، الأولى من خلال تأمين الشوارع والطرق الخارجية واستمرار تفتيش العجلات والأشخاص المشتبه بهم، أما الثانية فقد يتم اللجوء إليها في حال ازدادت أعداد الزائرين. خطة وضعت خطتين للزيارة الأربعينية، خطة أليف وخطة باء. حاليا نعمل بالخطة أليف اللي هي تتناسب مع أنه حركة المواطنين وحركة الدوائر الحكومية، بحيث أنه ما غلقنا شوارع، أمننا جميع الطرق، أمننا الجراجات، أمننا دخول وخروج الزائرين. العمل مستمر في تفتيش العجلات، تفتيش العناصر المشتبه بها. حاليا احنا يوميا جاي يدخل لنا ما يقارب من 200 الى 250 زار الى مدينه سامراء المقدسه. هذه الزياره محتمل تستمر ل 8 او 7 ايام. وحاليا احنا اذا تجاوزت هذه الاعداد العدد المطلوب، بالتالي راح نتحول الى الخطه باء، واحنا ان شاء الله مهيئين امورنا لكل حدث طارئ والكل. ننتقل إلى موضوع تجميد عمل مجالس المحافظات، حيث أكد عضو مجلس صلاح الدين خالد الخزرجي أن إلغاء مجالس المحافظات قرار غير قانوني أو دستوري، وعلى مجلس النواب كجهة رقابية وتشريعية أن يشخص الفاسدين، مبينا أن مجلس النواب يحاول بقراره هذا أن يلقي بالكرة في ملعب مجالس المحافظات. بالتأكيد قرار مجلس النواب أو مقترح مجلس النواب تجميد مجالس المحافظات هي مخالفة قانونية واضحة وغير دستورية. مجالس المحافظات ضمن قانون 21 حقيقة واضح كل تفاصيله. طبعا يفترض أن يكون مجلس النواب جهة رقابية وتشريعية عليا على مجالس المحافظات، وبالتالي يحاسب من يكون فاسد ويكافئ من يشتغل لصالح مجتمعنا. نعم اليوم شعبنا العراقي كله محتاج إلى خدمات وإلى توفير فرص عمل، ولكن للأسف الشديد حكومتنا الاتحادية المركزية
غير قادرة على إدارة دفة البلاد بالصورة الصحيحة، ولكن يعني يرجعون ويحاولون أن يذبون الكرة في ملعب مجالس المحافظات، لكن هي هذه مخالفة واضحة. احنا اليوم نعمل ضمن ما متوفر وما متيسر لنا من أموال ودرجات وظيفية لتقديمها لمجتمعنا، لكن مبدأ الثواب والعقاب قائم في هذه الحكومة بعد عام 2003 إلى هذا الآن. يفترض الفاسد وليستخدم حقيقة السلطة لنفوذ الخاص يفترض أن يحاسب من قبل مجلس النواب العراقي، وهذا هو دوره واللجان التحقيقية اللي موجودة والداعمية لمجلس النواب يفترض أن يكون دور. لحد هذه اللحظة طالبنا مجلس النواب أو أعضاء مجلس النواب للحضور لجلسة مجلس محافظة صلاح الدين للوقوف على ما تحتاج المحافظة، لم يتواجد ولم يحضر إلا عضو مجلس النواب الدكتور أحمد عبد الله والشيخ جاسم جبارة وعلوية منار، حضرت إلى مجلس محافظة صلاح الدين. على الإطلاق يفترض أن يكونوا متواجدين في مجالس المحافظات كل أعضاء مجلس النواب، يقفون على واقع حال حاجة الشعب في كل محافظة ونقل هذه المعاناة في جلسات مجلس النواب العراقي. نرجع ونقول هذا القرار غير قانوني وغير دستوري، وما يصب في مصلحة البلاد إن حصل هذا فسيكون فراغ دستوري واضح. اليوم مجلس المحافظة دوره رقابي وتشريعي على محافظة على المحافظة، المحافظ ودوائر الدولة وموظفي الدولة، وبالتالي يكون إشكال واضح دستوري وغير قانوني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الحكومة الاتحادية ومجلس النواب في إصدار قرارات مدروسة تصب في مصلحة شعبنا. لذلك قال رئيس المجلس المحلي في مدينة تكريت عارف جبار إنه لم يصل إلى الآن كتاب بخصوص تجميد عمل المجلس، ودعا جبار المواطنين إلى مراجعة المجلس من أجل إنجاز معاملاتهم، كما بيّن أن مجلس تكريت ما زال يمارس عمله بصورة طبيعية. هناك مقترح من البرلمان هو لحد الآن احنا نزاول عملنا، ما اجانا اي كتاب رسمي سواء من المجلس المحافظة او البرلمان بالتجميد او الغاء. هو المقترح التجميد من يبدأ من 1/3 لغرض اجراء انتخابات او تجميد مع مجلس المحافظة. لحد الآن ما إجا كتاب يخص التجميد سواء قبل هذا التاريخ أو خلال التاريخ هذا 1/3. لحد الآن احنا نزاول عملنا، وعملنا قانوني ودستوري، نمارس عملنا الطبيعي، وناشد المواطنين أنه يراجعون المجلس لإكمال معاملاتهم أو المصادق على أي معاملة هم يريدون. من جهتها أكدت عضو مجلس محافظة صلاح الدين سحر مولود أن المطالبات بتجميد عمل مجلس المحافظات من قبل مجلس النواب والوزراء غير دستورية ومنافية للامركزية التي تخفف من حدة الضغط على الحكومة المركزية بحسب وصفها. اليوم ببلدنا وفي ظل مطالب الشعب اللي مشروعة واللي مع الأسف قوبلت بنوع من العنف وأودى بكثير من أرواح الضحايا، يعني القرارات اللي اتخذتها مجلس النواب أو كحكومة مركزية، واللي من ضمنها اليوم نشوفهم يدعون أو يطالبون بتجميد عمل المجالس الصغيرة، أكيد هو هذه المسألة منافية للدستور، منافية للقانون، وبعدين راح تكون مخالفة كبيرة جدا للامركزية اللي احنا على مدى الأعوام السابقة اللي هي تخلق نوع من الشفافية من إدارة كل محافظة على حدة، من عمل وبالنسبة أنك يكونون رقيبين على الدوائر وتوفير خدمات. أعتقد هذا للظرف المناسب، وأيضا راح تكون هناك خندق كبير
ليس في الحسبان. يعني اليوم مجلس النواب أو كحكومة مركزية يعني تضع البلد أو حتى مطالب الشعب في هذا الخندق المظلم. أنا أعتبره خندق مظلم لأنه هو منافي للدستور، منافي للامركزية اللي هي كنا نداعي بها سابقا ومصرين عليها، وكان فيها عمل من أجل تخفيف حدة العمل وطلبات المواطنين بالنسبة للحكومة المركزية. أعتقد هذا مسألة. أخيرا وإلى أكثر الملفات الشائكة اليوم في صلاح الدين عموما وفي سامراء خصوصا، هو ملف التعويضات مع اتهامات بالفساد والابتزاز والتسويف والروتين لدائرة التعويضات في المحافظة، والتي جاءت على لسان شخصيات مسؤولة قبل المواطنين الذين باتت طوابير انتظارهم بباب هذه الدائرة، مثيرة للجدل وفرصة لتكاثر المعقبين. لنتابع. التعويضات الذي يضم بين طياته عشرات الآلاف من المعاملات الميؤوس منها حتى الآن، والتي يبدو أن فكرة اليأس منها تجذرت في صلاح الدين وفق الانتقائية في التوزيع والفساد الذي شابها، فضلا على استمرار قلة الكوادر وما عليها من علامات استفهام وتهم بالابتزاز أوردتها شخصيات مسؤولة قبل المواطنين. أكو هناك فاسدين في دائرة التعويضات، أكو هناك ابتزاز في دائرة التعويضات، لكن مو الكل. أيضا اشتغلنا على مبدأ الثواب والعقاب، قدرنا أن ننقل مجموعة، ولكن لا زالت الدائرة محتاجة إلى وقفة جادة من السيد محافظ صلاح الدين لحل جميع مشاكلهم. أكثر أقضية صلاح الدين والتي عانت من هذا الأمر منذ عام 2004 هو قضاء سامراء، حيث يعاني أبناء هذه المدينة وما حولها من نواح وقرى الأمرين بباب اللجنة المركزية في تكريت، والتي لا يعرف إلى الآن سر سكوت الجهات المسؤولة في المحافظة عن وضعها وقلة كوادرها والتسويف في عملها وانتشار ظاهرة المعقبين بسبب إجراءاتها التي أرهقت المواطنين فوق نكباتهم بأموالهم وأنفسهم وذويهم. سنتين أمشي بيها يعني معاملة، فهسا دزوني للمحافظة سويتها وظلت يمي بالقلم، وما أدري عاد النوب وين يوديها، والله ما أدري، وظلت يم الله ويمكم. المتضررين والعوائل وأغلبهم النساء الآن في الوقت الحاضر، يصير يعني نساء كلهن ما عندهن أجرة، كلهن ما عندهن أجرة، يجين خطية وهاي تفضل تفضل هاي الحجية العوشيتين، ها وين تقدر؟ ازدحام ازدحام والله، روتين كثير جدا يعني. يعني يا دائره تجي انت تتحول على 20 مكان ما تنجز المعامله مالتك، هذا قاعد اشوفه زخم انت قدامك. شو هذا جرح المفقود؟ السلام عليكم ورحمه الله. احنا نشكر قناه سامراء اللي تحت لنا الفرصه اللي تشوفون انت المعاناه مال العالم اللي من خلال هذه المعاملات التعويض. يعني سامراء لها نواحي كثيره وبها اضرار كبيره حيل، فما يلحق الاسبوعين من يوم واحد، تلحق اهم ما اصطاد شويه منا ومنا، فيعني يجي المواطن تعبان بكروه وروح وتعال، فما يؤدي معاملته بسنه ما يخلصها. يعني دخول من غير اقضيه شطلات، يعني احنا اليوم لسامراء ليش يدخلون من غير اقضيه؟ احنا صارنا سنتين معامله التعويض ما مخلصيها. مدير دائرة تعويض صلاح الدين ناظم علي قدم تبريرات قسم منها يتعلق بتراكم معاملات التعويض في سامراء، وبين مفاتحته لقاء مقامية سامراء من أجل تخصيص مكتب فرعي للدائرة. قضاء سامراء يعني من الأقضية اللي كانت بها إشكالية، قضاء سامراء قبل 2014 كانت لجان خاصة مشكلة من قبل رئاسة الوزراء هي اللي تقوم بالتعويض، وتأخرت كثيرة من معاملات المواطنين اللي قبل أحداث داعش، فانجمعت علينا يعني ما قبل أحداث داعش تقريبا من 2004 ولحد هذا اليوم معاملات كثيرة ما معوضة، فلازم يكون ضغط أكثر من بقية الأقضية. حاليا طلبنا، اتصلت بقائم مقام سامراء قبل شهر وطلبنا شو اسمه فتح مكتب بالقضاء، قدمنا الأسماء ورفعناها إلى مؤسسة الشهداء، وننتظر خلال الأيام القادمة تجي الموافقة وننتقل هناك نفتح مكتب للجنة الفرعية، راح يقل الكثير من زخم المواطنين. أكثر من نصف الإجراءات هي تكمل بالمكتب وتجينا المعاملة جاهزة، ويجي المواطن المرة واحدة يراجعنا والأمور جاي تمشي. لقد فتح ملف التعويضات باب التساؤل عن أمور عدة أهمها
إلى متى يبقى المواطن في سامراء يراجع دوائر التعويضات دون جدوى ودون إيجاد مكتب فرعي لأكبر أقضية المحافظة؟ وأين ذهبت تخصيصات التعويضات السابقة إن كانت هنالك معاملات متراكمة منذ عام 2004؟ وهل هنالك فعلا مبالغ ستصرف لتعويض عشرات الآلاف من متضرري المدينة؟ والأهم، كيف استطاعت نسبة صغيرة من المواطنين بين قوسين الحصول على مبالغ تعويضات مجزية جدا قياسا بما يستحقون دون غيرهم في سامراء وصلاح الدين عن خسائر لا تقل فداحة عن خسائر أقرانهم من المواطنين الذين لا يوضعون بين قوسين؟ شكرا للمتابعة وألقاكم في الأسبوع المقبل.